مرحبا طلابي الأعزاء، سوف نبدأ اليوم بفيديو الأسبوع الثالث لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني، فهيا بنا. عزيزي الطالب، كما ترى سوف نبدأ أسبوعنا بدرس حروف المد، وهي الحروف المهمة التي يجب عليك تعلمها وإتقانها بشكل جيد، ويعتبر مفهوم المد هو الإطالة في الصوت عند النطق ببعض الأحرف الخاصة بالمد، وهي الألف والواو والياء. أيضا عزيزي الطالب، سيكون لدينا مسابقة الخط العربي التي تختبر فيها مهاراتك في وبراعتك في كتابة الكلمات بشكل صحيح، مع مراعاة كتابة الحركات بشكل صحيح والكتابة بشكل جميل. أيضا عزيزي الطالب، سوف نتعرف على أقسام الكلام، وهي اسم وفعل وحرف. الاسم كما ترى هنا، كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو بلاد، كما ترى الأمثلة هنا. فعل، كل كلمة تدل على عمل يحدث في زمن معين، أيضا كما ترى أمثلة، كتب يكتب اكتب. أما الحرف، هي كلمة ليس لها معنى إلا إذا أتت في جملة، مثال من، إلى، عن، على، وغيرها من الأحرف. أيضا عزيزي الطالب، سوف نذهب إلى المكتبة المدرسية لكي نقرأ القصص المتنوعة، ومن أهداف المكتبة كما ترى خدمة المناهج الدراسية، غرس عادات القراءة والمطالعة، غرس قيمة احترام الملكية العلمية لدى الطلاب، تنمية مهارات الحوار، وخلق روح التعاون بين الطلاب في المكتبة. هنا سوف نقوم بمهمة بحثية. المهمة البحثية هي مهمة تتطلب منك إجراء تحقيق واستقصاء حول موضوع معين بهدف الحصول على معلومات جديدة أو تحليل وفهم أفضل لموضوع معين. تشمل هذه المهمة جمع المعلومات من مصادر متعددة مثل الكتب والمقالات والدراسات السابقة والموارد عبر الإنترنت، ثم تحليل هذه المعلومات وتقديمها بشكل منطقي ومنظم. المهمة البحثية سوف تكون عن أفراد العائلة، سوف نقوم عمل مشروع يتحدث عن أفراد العائلة. وبهذا طلاب الأعزاء، نكون قد انتهينا من جولتنا حول دروس الأسبوع الثالث من مادة اللغة العربية للمستوى الثاني. شاكرة لكم حسن استماعكم، وطابت أوقاتكم بكل خير.